تضم مجموعة السبع أكبر سبع دول صناعية في العالم، وهي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويجتمع قادة هذه الدول في إطار قمة تعقد مرة كل سنة، وتستضيفها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية. بادئ الأمر ضمت المجموعة الدول الصناعية الخمس الكبرى، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا. وكان وزراء مال هذه الدول يجتمعون بشكل دائم في سبعينات القرن الماضي لمناقشة حسن سير الاقتصاد العالمي. في العام 1975 عقدت أول قمة رسمية بحضور قادة هذه الدول الخمس بمبادرة من الرئيس الفرنسي آنذاك فاليري جيسكار ديستان. أما هدف القمة فقد كان التوصل إلى حل للأزمة النفطية في منتصف السبعينات. إلى ذلك شهدت القمة التي عقدت في رامبويه الواقعة جنوب غرب باريس قيام مجموعة الست، فإيطاليا التي كانت في ذلك الحين تترأس السوق الأوروبية المشتركة كانت مدعوة أيضاً. وعندما عقدت المجموعة قمتها التالية في بورتوريكو عام 1976 أبصرت مجموعة السبع النور مع انضمام كندا. ومع انضمام روسيا عام 1998 تحولت المجموعة إلى مجموعة الثماني، ولكن عام 2014 عادت إلى تسميتها السابقة أي مجموعة السبع بعد استبعاد روسيا على خلفية ضم شبه جزيرة القرم.